في مواجهة الكنيسة لما كانت تحكم الناس بالحق الإلهي، فحسنا قليلا من البشر تحكم البشر بأنها يعني موصى من قبل الإله، فنحن في شريعتنا الإسلام الحاكم والمحكوم يحكمان بشرع الله، فنسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نشرهم وأن يجعل الدائرة عليهم. آمين. يا حرية الكامل، يا حرية الكامل، يا بخت.